الزمن المستحيل تتركون هو ممكن. يعني الاستفادة نحيد الاستفادة بعد هذا الكلام، لأن ما كناش قلناها على أساس أنها تخش قريتها. وهي تحمم ومن بعد كاين نظرات أخرى باش نحطوا الجبر الضرر. 55 سنة، أكثر من 55 سنة ديال الضرر. راه سواء من المستفيدين ولا لغير المستفيدين. راه هذا هو المطلب الكبير. ولهذا قبلناها وقلنا شي باش اللهم لا عباش ولا بلاش. ولهذا قبل الذكريات حنا اليوم كنخبركم بان الصندوق كاين وليد الباحث سمعت غير هذا الاسبوع سمعت هذا الهضره. الصندوق كاين والحساب مفتوح وخصنا غير كيفاش ندخلوا له. هذا غير هذا الوصف كيفاش ندخلوا له. لان عندنا الجزئيه ديال العصبه الوطنيه ديال الضحايا السيد المشرف القديمه اللي كان دارها محمد الحسن الثاني رحمه الله في إلا لكن المجموع راه كاين ولكن خصنا نضلوا باش نحطوا حقنا. لهذا بابا أنا كنحمسكم ماشي غير لهذا الشيء، راه كاين آمال أخرى نطلبوا من الله حتى نعيشوا ونستافدوا يستافدوا الناس ديالنا. وكنقول جبر الضرر ولا بد، جبر الضرر ولا بد خصنا نقبضوا سواء حنا سواء الحفلة ديالنا، لأن خصو يبقى حتى يتقبض. والسلام عليكم. وحنا تنجاهدوا وما خاصوش يكون لكم 3 شهور، راه كانوا 3 شهور ديروا ما كاين والو، ما كاين والو، اسالي الضوء، ما خاصكش تقول على القضية هذه، على الله، تفجيروا على الله، واحد القضية قالها عاوتاني في الجمعة الثانية السيد هذا، راه حاضر السيد الأستاذ، سيكو حاضر، راه حنا تناضلوا وحنا تناضلوا في وزارة المالية، مع المستفيدين، وكان معنا السيد طاهر البني، مع جاب الناس هذو مرحبا بالرئيس
لا تقدمنا لليمني باش يدافع علينا ورفضنا درنا الجمعيه ديالنا سيتو مرحبا برئيس جمعيه مرتاح الاسماعيليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا كنشكر الاخوان ديال الجمعيه ديال بحر الزيوت اللي هو شرفونا واستدعاونا كجمعيه ديال المتقاعدين ديال التحليل الاسرائيلي على حكم الناس بصفتي رئيس ديال الجمعيه ديال المتقاعدين عبد ربي مساعد ابراهيم. جينا فقط باش نقولوا ونحضروا ونسمعوا لهذه المشاكل ديال هاد الفئه اللي هي لا تختلف على مشاكل واحد على ديال فئات ديال المجتمع اللي هما ضايعين الحقوق ديالهم. كمثال على ذلك مثل جمعيتنا فيما يخص المتقاعدين بصفه عامه اللي هي كاينه حنا كنحضر بصفتي امين ديال هاد الجمعيه نائب الامين نقول جي الحضور ديالنا باش نقول لكم بانه ما دعا حق الا وراه طار. سمعت على المعلومات انه هناك هذا الصندوق فعلا اللي كنا نتتبعه اللي كنا صبر بان هناك فلوس اللي راه كتجمع لهذا الغايه فلا يعقل ان هذا الصندوق وهذه الاموال تبقى جامده اذا كانت لها الحق تكون الحقوق ديال ماريا وانتم اولى بها. الغريب في الامر هو انك تسمع هناك فيها كتستفيد وفيها لا تستفيد. لا يمكن انه يكون تفريق ما بين فيها وفيها. واوصي الجميع كما نحن في جميع الجمعيات هناك القوة من أجل لتأخذ حق هو وحدة. طبعا المسؤولين دائما كيبقى في تعليقات كيعترفوا بأن هناك غادي نديرو ولكن راه بدون ما يكون تجند ونضال بأحسن الحال في الوقت المناسب باش يكون أخذ حق القوة لأنه حق. إذا حنا باش نختم كلمة ديالي المتواضعة نقول لكم حنا كنأيدوكم في كل محطة. إذا خدمتو شي محطة غادي نكونو التمثيلية والحضور ديالنا لحقاش حتى على كذلك من المتضررين عدد المتقاعدين اللي كياخدو مثلا 500 درهم و 100,000 درهم خاصة ذوي الحقوق اللي هما الأرامل وهذا من الدور كما سمعتم الآن بالنسبة لكم وشكرا. تيقول لك انتوما ما تتخلصوش غير عرقلتو المسيره ديك الناس وانا تنعارض على هادشي كعبد ديال هنا غير مستفيد وبغيت تتخلص ولكن المشكل كاين. فين كاين المشكل؟ الله اعلم. بغينا السي الطاهري وراه عارف راه حنا اصدقاء وحنا يد وحده ما بغيناش نفرقوا ما بين هذوك اللي ما تيستافدوش وهذوك اللي تيستافدو. كلشي استفد لحقاش فلوسكم اللي ما كنتوش تتخلصوا فيها 275 درهم راه في الصندوق ديال وزارة الصحة. غير انتوما كنتوما تتبغيوش تمشيو تشدوها قبل ولكن فلوسكم كاينة. ولكن أنا بغيت السعادة تروح فين كاين المشكل. شي تيشرب شي تيغرب وشكرا. صلاة على النبي. الله ياخذ حقنا ولا يبطئ. الله يجعل سيدي ربي وهذا القرآن الكريم اللي تقرا في هذه المحال هذه
كنتبعوهم ما تبع الدنيا والعقيرة. آمين يا رب. تكرفسوا علينا، بغينا الله تبارك وتعالى هو اللي يتكرفس عليهم. آمين. وشي فايت من عليها فاني. فهمتي؟ ولكن ولله الحمد على الموت اللي كتستر العيون، وفي الوقت اللي الإنسان يتبع الجنازة وباقي ما بغاش يحشم، وتياكل عباد الله وتيدي ديال عباد الله، وما كاين شي واحد اللي كيعرفو ولا شي حاجة. تنمشي فين هو هادشي؟ ما كاينش عندو الاجتماع. هذا هو الخدمة اللي مخدم في المغرب، داير رجل على رجل وقال منور وتيتكمى مع راسو، ما عندو غرض تنقولو الحقائق. كنقول لكم الحقائق التي تجري في بلادنا. لما نتصنتوا دابا واش لهذا الشيء؟ انت دابا قلنا الموضوع مباشرة. سيدي الرئيس، بغينا تعطينا الإعانة ديال هذا الشيء، وهذا السيد اللي قام بليساتو مكون عليهم وقال سيتمتع بهم، خصكم توريوه لنا وتعطيو لنا السميه ديالو، وفين كيسكن، وفين الإزارة. ولكن حنا ما كنعرف، واخا انتو جدعنا يضربنا بزاف ما يمكنناش نعرفوه. سي الطايري ما كناش كنعرفوه، ولكن مشينا بقينا كنبحثو حتى ولينا كنعرفوه. وعلى المكتب وعلى رأسهم السيد علينو اللي كنطلبو له على أن تخرجوا أموره بخير، الله يسترو ويستر هذا المكتب كله. وحقنا عند الله يا مولانا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. الآن السؤال، راه المغرب كله مشترك هنا الحمد لله. السلام عليكم. اللي كيبان لي هذا الشهر طال جاي مريح، المغرب كله راه الحمد لله. وكنشكر الجمعية على المجهودات اللي قامت بها واللي راها كتقوم بها. أنا نقدر نقول لكم جوج كلمات مثلا. أنا عندي واحد أختي كيسافر، الاسم تاعو تقدر نقيدو سميتو نجدو مهم، كيستافر عايشين انا وياه في دار وحده تربينا في دار وحده. انا ما كنستافرش، الوالد تاع حدايا ما كنستافرش، الاخ ديالنا واحد اللي كيستافر. حنا في صغرنا كان جدنا كبير هو اللي كان لي كارت ديالنا كان كيحوس عليه، كانوا عندنا لي كارت. من بعد حنا الوالدين ماتوا اللي كان في الميليتار نعاودوه منا، ما بقيناش محاوله ما بقيناش لا واعي. علاش؟ شنو هو المشكل في الجو هذا؟ حنا في شارع بوسيمه، السبيطار بوسيمه دوزنا لنا 6 شهور، جينا في السبيطار فات، واش دخلنا السبيطار ما سجلوناش غير هكاك؟ ممكن حاجة أخرى، من طنجة لبويه، سيدنا الله يسره، هو اللي عطى الأوامر تاعو باش يزق هاد الشريحة. والوزارة الحكومة كتهضر على الحكومة قامت بإجراء كيخلصوا الناس وكيفاش يبيعوا. علاش الملك راه عطاها كل المرة ماشي غير الناعي الكلمة اللي تحققنا في الشعب. والله يسر سيدنا ونتمناو لهذ الحكومة ولهذ الوزارة اللي قدمت هذه اللائحة، الوزارة التحكيمية ودار الاحتياط لها وجاب مثل الشعب. حنا في زايد بعيد عن الناظور 40 كيلو، المقدم والشيخ يعرفون في نفس الفكرة، القبيلة 43 اللي يعرفوا العائلات اللي كانوا يسموهم، وجاوبوا باللي هاد الناس مرات تزيد تسلم. فين هو الحال؟ فين هو الحال؟ وشكرا. Gracias.
هل
وكل شيء محسوب
بجوج شهر لكن هذا تعطل. شنو اللي كاين؟ هو الملف. الخبر ديال الجميع على ان الملف مقبول والواجبات محصيه ومحدوده وكل شيء كاين. اللي كنصرحوا لنا بعض المسؤولين كان الاخوان المجمعين وهو انهم تنتظروا شي يد خفيه اللي غادي تعطي للطلاق تعليمات للانطلاق او لفتح الموضوع او للتأشيرة على شوية هذا الشيء. اما بالنسبة سواء المحصيين او غير المحصيين راه كل شيء عندهم ديالو كيما قال هذا الاخوة اللي هما غير مستفيدين الواجبات ديالهم واجدة وكل شيء كاين تينتظروا شكون اللي غادي يعطي الاوامر ديالو هو اللي ما عرفناش شكون ما بقاوش يشرحوا لنا شكون هذا اللي غادي يعطيهم الشيء الاذن السيد رئيس الحكومه ما تجاوبش على هذا الملف وما تدخلش هذا الملف وما عطى حتى جواب على هذا الملف الشيء اللي كان بالنسبه للحكومه اللي فاتت هي اللي صرحت بهذا الشيء والناس اللي بقاو هما اللي صرحوا اذا الاخوه يكونوا مطمئنين على ان واجباتهم ومسائلهم كاينه وواجده انما شكون هذه الخفيه اللي غادي تعطي الاوامر اللي ما كايناش اما باش تقولوا السند لكم حتى الجمعيات الحقوقيه الا بغيتو تسولوا حتى الجمعيات الحقوقيه المغربيه لا تعترف بهؤلاء المرضى وما دخلت عندهم في اللوائح عندهم في اللوائح الناس اللي خطاتهم الاعراف عندهم في اللوائح الناس اللي ما عرفتش توقع لهم وتدافع عنهم انما هذا النوع من المرض واللي كان سببه هو الحكومه وعدم القيام بواجباتها القيام بالحراسه ديالها او اطلاع الاشياء المسمومه اللي تدور في البلاد او اللي تتبع على كل الاشياء رغم ذلك فالحكومه ديالنا نعسها ما عرفناش شكون فيهم شكون الهيبه اللي جات اللي قالوا الاخوان ادهم هذه هيبه ملكيه الوقت اللي توصل سيدنا بهذا هو اللي امر بالعمليه هذه راه ما فيها لا فلان ولا فلسان حتى واحد ما يقول دافع عليها وخداها وحتى واحد ما يقول مش للديور اللي قال الاخ فعلا كاينه 180 دار موقفه كانت غادي تتفرق على الناس اللي تلقاو بلاد ماشي بالتقسيط المهم التتابع لكن ملي تضافت اللائحه الجديده واللي سلمتها وزاره الداخليه لوزاره الصحه وسلمت الماليه والماليه سلمتها لمؤسسه المحمد السادس اذا هنا بقات العمليه تيتضرب كي غادي يديروا واش غادي يسدوا هذوك واش غادي يوفروا الفرح اذا المشكل الديار تحيد من المكان اللحظه هذه المشكل اللي كاين هو الناس اللي تيقولوا ما خداوش او خوتهم ما خداوش ولا شيء ف واجبات ديالهم راه كاينه ومصرحين بها الناس ديال انتاجهم ومصرحين بهم الجواد الله يجزيهم بخير الناس اللي تيخدموا في الخفاء اما باش تقول باش واحد يقول لك زعما ما كاين شيء الناس راه تجري في الخفاء وبالنسبه للاخوه المستفيدين راه هما في مع غير المستفيدين لان كل شيء مريض وكل واحد راه حتى واحد ما حسن الله غير لو وقفتوا الوقفه وحده اللي داير اليوم راه هو تهبيط عليكم معنى اننا ما كنا شحال من واحد ما عارفينش انا كنت عليه واحد السؤال من بعد في واحد الوسيط قال لي واش يجي من اربعه الناس بخير بقيت انا ما عارفش معنى ان هذا اللقاء خلانا اننا نعرفوا الناس باش شي كاين شي خبر نخبروه في بلادو ما يشقاش ويمشي يوصل الا كان نضال سواء خبر الخير وعما قريب ان شاء الله او خبر ديال النضال اللي غادي يكون مستقبلا ولهذا هذا اللقاء ديال اليوم راه ضروري باش نتعرفوا ونتعرفوا حتى الناس اللي كيمشيو من اجلكم راه حنا ماشي ضد الناس اللي غير مستفيدين هذوك الناس المستفيدين اللي غير مستفيدين راه ديالنا وبغيناهم حتى هما يستافدوا وهذا الشيء ما بين نقول والسلام عليكم أخواتي إخواني
يحفظ المطالب نتاعها. راه من هنا شهرين ثلاث شهور ان شاء الله غتكون فلوسكم في جيبكم ان شاء الله. ها ويقين ما تنساوش النضال، النضال والوحده والوحده. حنا لا نقصي لا نقصي احدا، لا نقصي احدا حتى اللي كيتخلصوا راه بفوتنا، وحنا ما ضد حتى شي جمعيه. وراه وصل لهاد السنه 22